قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر دكتور القس أندري زكي إن مصر تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة وإنها تخطو خطوات واسعة في اتجاه احترام التعددية. أكد زكي خلال استقباله وفدا إنجيليا من الولايات المتحدة برئاسة القس أليكس حماية أن العيش المشترك في مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة في المرحلة الحالية في إطار نهضة شاملة. من جانبه أعرب القس أليكس حماية عن سعادته بزيارة مصر مضيفا أنه يتابع التطورات الإيجابية التي تحدث بها بشكل مستمر.